تل رحال جباره حسين ادريس الملاليه والمجيد وقره تبه الاحياء التي حررتها سبعه الكفاح الجنوبي والصناعه الجنوبيه المعلمين النداء القلعه بساتين تل احفر وسايلو تل احفر. خسائر العدو: لقد خاضت قوات جهاز بكاوت ارهاب قتال شرس ورائع في هذه المنطقه بالذات في الجنوبيه الغربيه، وتمكنت من قتل أعداد كبير من الإرهابيين بضمنهم حوالي 10 قناصين، وأيضا تمكنت من تفجير وتفكيك 25 عجلة مفخخة وتفجير 110 عبوة ناسفة وتفجير وتفكيك 15 دار مفخخ وتدمير 10 مواقع دفاعية، ردم 6 أنفاق، تدمير 4 عجلات مختلفة تحمل أسلحة، وتدمير 4 مفارز SBG9 والعثور على 5 مصانع للعبوات وتفخيخ العجلات. المحور الثاني هو المحور الشمالي الغربي لقوات الشرطة الاتحادية الأبطال والحشد الشعبي، حيث تقدمت قوات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي باتجاهين من منطقة عين طلاوي، اتجاه مع الطريق العام سنجار تل أعفر، واتجاه ثاني من جهة الشمال باتجاه قرية ترمبي، وتمكنت من يوم 20/8 بتحرير المناطق القرى العبرات، العبرة العليا والسفلى أو ما تسمى بالكبيرة والصغيرة، وعبرة نجار وعبرة حنش، ثم توجهت باتجاه منطقة ترمبي وحررتها، باتجاه المحور الجنوبي حرر ملا جاسم واقتحم المنطقة أو المدينة من خلال منطقة الكفاح الشمالي وتم تحرير الكفاح الشمالي، ثم حررت منطقة حي الوحدة والسعد والقادسية الأولى والقادسية الثانية وأخيرا حي الربيع، ثم توجهت باتجاه الشمال لتحرر قرية السادة وتقطع الطريق باتجاه العياضية. لقد قاتلت بشراسة قيادة قوات الشرطة الاتحادية ومعها ألوية بدر وجندي الإمام ولواء الحسين، وتمكنت من تحرير 140 كيلو متر مربع وتحرير 8 قرى، هي عبرة حنش والعبرة الكبيرة والعبرة الصغيرة، عبرة النجار وترمبي ملا جاسم والسادة والقبق، وكذلك تحرير 6 أحياء هي حي الكفاح الشمالي، الوحدة، حي سعد، القادسية الأولى والقادسية الثانية وحي الربيع. خسائر الإرهابيين في هذا القاطع، طبعا هذه تتميز المنطقة، مناطق وعرة وجبلية ووديان خاضت معارك شرسة قوات الشرطة الاتحادية مع أخوانه بقوات الحشد الشعبي، تم قتل أعداد كبيرة من قبل القوات، وكانت هذه المنطقة بإسناد تحديدا بإسناد أبطال طيران الجيش اللي قدموا دعم إلى قوات الشرطة الاتحادية والحشد تخصيصا، وأيضا إلى كافة المحاور الأربعة الأخرى. تمكنت من تفجير وتفكيك 25 عجلة مفخخة، وكذلك تفجير 325 عبوة ناسفة، وتفجير وتفكيك 19 دار مفخخ، وتدمير 16 دراجة نارية، وتدمير وردم 25 نفق، وتدمير 2 مفرزة هاون، وكذلك تدمير 10 عجلات مختلفة تحمل أسلحة. المحور الثالث هو محور قطعات الفرقة المدرعة 9 والحشد الشعبي المتمثلة بفرقة الإمام علي وفرقة الإمام العباس، إضافة إلى أبطال لواء علي الأكبر. شرعت يوم 20 القطعات للمحور الشرقي ولواء 36 مع فرقة العباس، تمكنت من قطع 8 كيلومتر على سلسلة جبال زنبر، وتمكنت من السيطرة على الجزء الجنوبي لسلسلة جبال زنبر وتحرير القرى المتواجدة على الطريق. استمرت بعدها لواء 37 مع لواء علي الأكبر بإكمال السيطرة على الجزء الشمالي لسلسلة جبال زنبر، وبالتالي غلقت وقطعت كافة الطرق والإمدادات ما بين تل أحفر والمحلبية وباتجاه توم مجاري. بعد ما أكملوا التطوير صار هناك تقدموا ب3 اتجاهات. الاتجاه الأول هو لواء 36 مع فرقة الإمام العباس عليه السلام، والاتجاه الوسطي لواء 37 مع لواء علي الأكبر، والاتجاه الشمالي لواء 35 مع فرقة الإمام علي عليه السلام.
تمكن الاتجاه الجنوبي لفرقة العباس زائدا لواء 36 من تحرير مناطق الجزيرة الجنوبي والجزيرة الشمالي وكذلك حي الخضراء لتديم التماس مع بساتين التل الأحفر اللي هو الحدود الفاصلة مع أخوانهم في قوات بكاف ترهاب، إضافة إلى فتح الطريق ما بين مطار تل الأحفر وما بين الجزء الشرقي للمدينة والسيطرة على مقام خضر الياس. البرتل الثاني هو لواء 35 لواء 37 زائد لواء علي الأكبر، تمكنت من تحرير حي التنك والنور الأولى وكذلك حي النصر والعروبة الأولى والمثنى. الاتجاه الثالث هو فرقة الإمام علي ولواء 35 تمكنوا من تحرير النور الثانية ومنطقة العروبة الثانية إضافة إلى المثنى الثانية. ثم هذه القطاعات مجتمعا اتجهت باتجاه الشمال وحررت منطقة حسن كوي والبواري واتجهت باتجاه بوابة تل الأعفار وقرية الرحمة والحي العسكري لتكمل وتنجز واجبها لمساحة 140 كيلو متر مربع بتحرير 2 قرية زائدا 21 ما بين حي ومنطقة اللي هي جزيرة الشمالي والجنوبي، حي التنك النور الأولى والنور الثانية، الخضراء النصر العروبة الأولى والعروبة الثانية، حسن كوي السراي السلام المثنى الأولى والثانية، العسكري البواري الصناعة الشمالية، بوابة تل الأعفار المعهد التقني ومستشفى تل الأعفار. تكبدت خسائر للإرهابيين قتل أعداد كبيرة من الإرهابيين ومن ضمنهم قناصين، تدمير وتفكيك 15 عجلة مفخخة وتفكيك وتفجير 12 منزل وتفجير 200 عبوة ناسفة وتدمير 20 دراجة نارية وردم 15 نفق وتدمير 12 مفرزة هاون والعثور على 7 معامل لتصنيع العبوات والسيارات المفخخة، إضافة للعثور على دبابة 55 وتدمير حفارة مع طاقمها. المحور الرابع هو محور الشمالي الشرقي اللي هو فرقة المشات 16 بلوائين 73. تقدمت من الموضع الدفاعي الرئيسي في الهبوير وتوجهت باتجاه جنوب تقاطع الكسك وتمكنت تحرير 5 قرى باليوم الأول، ثم تقدمت باتجاهين الاتجاه الشمالي باتجاه الوائلية ومعسكر الكسك والثاني باتجاه قرية العاشق الأولى والعاشق الثانية، ثم باتجاه أبو مارية إلى علولية وإدامة التماس مع الفرقة المدرعة 9. ما ميز هذا المحور أنه أنجز مهمته بالمرحلة الأولى مع قضاء تل الأعفار ومن ثم كلف بالمرحلة الثانية بالحركة شمالا لضمان أمن الجهة الشرقية للعياضية وإدامة التماس مع قوات البيشمركة الكائنة بالشمال والشمال الشرقي. تمكنت هذه الفرقة الفرقة المشات 16 من تحرير مساحة 500 كيلو متر مربع وتقريبا 33 قرية تشمل بطيشة والعلم وخفاجة وحلبية العليا مزوريف تل السمن مصفى عندنا النفط الكسك العاشق الأولى الثانية منطقة المزارع الأولى والثانية والثالثة والرابعة أبو مارية العلولية خويتلة الهارونية الفقة قبق السفلى وحقول الدواجن الصاجعة التمارات تل محمد الوائلية معمل الغاز قلعة الحدود معمل الجوص والبشار والنخوة، وأيضا تمكنت من فتح الطريق اللي يربط الموصل مع تل الأحفر. تمكنت هذه الفرقة من قتل أعداد كبيرة من الإرهابيين وتفجير 5 عجلات مفخخة و105 عبوة ناسفة وتدمير 2 مفرزة هاون و10 أنفاق وتفجير وتفكيك 15 دار مفخخ مع 5 عجلات مختلفة. المحور الخامس والأخير هو محور فرقة المشات 15 بالألوية لواء 71 و72 ولواء 73 واشترك معها لواء 17 من الحشد الشعبي اللي هو سرايا الجهاد.
تقدمت بعدة محاور. المحور الأول تمكنت من السيطرة على القرى الكائنة شرق المحلبية، ومن ثم المحور الثاني سيطر على مناطق التومي ومجارين، ثم باتجاه الخان ونزل سيطرت على سلسلة جبال شيخ إبراهيم، ثم إلى شيخ إبراهيم وعين الواح، وطوقت منطقة المحلبية. وبصولة عزومة وبوقت قياسي هجمت بثلاثة ألوية زائدا لواء 17 من الحشد الشعبي، وخلال 4 ساعات ونصف تمكنت من تحرير قرية ناحية المحلبية المؤلفة من 13 حي وقرية وبدون خسائر. استمرت قواتنا البطلة من الفرقة المشاتخ 15 بالاستمرار بالتقدم والتطهير كافة القرى اللي موجودة على سلسلة جبال زنبار، وتمكنت من إدامة التماس مع قوات الفرقة المدرعة 9 وتحرير كافة المناطق الكائنة بالمنطقة الجنوبية الشرقية لقضاة اللافر. بعد إكمالها لعمليتها بالمرحلة الأولى تم تحريك الفرقة باتجاه هذا الجزء اللي هو الجزء الشمالي الغربي لقضاة اللعفر والجهة الغربية لناحية العياضية، وتمكنت من التقدم بعدة اتجاهات من تحرير كافة القرى المتواجدة بالجهة الغربية وإدامة التماس مع قوات البيشمركة، وقد خاضت معركة كبيرة في منطقة قرية قلوباش لكافة الإرهابيين اللي هربوا هم وعجلاتهم باتجاه العياضية أو باتجاه هذه المنطقة، كون هذه المنطقة الغربية هي منطقة وعرة وديان تكثر بها، بالإمكان أن يختفون من قواتنا الأمنية، لكن قواتنا ظلت تلاحقهم إلى أن قتلت الأعداد كبيرة من عندهم. أود أن أشير أنه في منطقة قلوباش يوم 27 إثناء هروب الإرهابيين من قضاء تل أعفار باتجاه العياضية، قاموا أبطال طيران الجيش بتوجيه ضربة إلى رتل قتلت العشرات من عندهم ودمرت أكثر من 141 سيارة يستخدمها الإرهابيين. كذلك فرقة المشات الـ 15 عثرت على أعداد كبيرة من الأحزمة الناسفة تم تفجيرها ميدانياً، وقتلت فقط في هذا القاطع أكثر من 40 انتحاري، وكثير من عندهم هم من العنصر النسائي. خسائر الإرهابيين ضمن قطعات الفرقة المشات 15 تمكنت من تفجير 7 سيارات مفخخة وأبطال وتفجير 250 عبوة ناسفة وتفكيك وتفجير 10 دور سكنية و10 دراجات نارية وتدمير 25 سيارة مختلفة الأنواع، مع قتل أكثر من 40 احتحاري، تدمير 5 هاونات وردم 10 أنفاق. بعد أن أنجزت القوات واجباتها بتحرير مركز القضاء والجهة الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية وكذلك الشمالية الغربية، لم يتبقى سوى ناحية العياضية، وناحية العياضية ناحية صغيرة مؤلفة من كيلو في 1200، يعني تقريبا 1200 متر مربع. العدو عندما لاحظ هذا الهجوم الواسع بعدة محاور اللي قتل هنا واللي منهم هرب باتجاه المحلبية وباتجاه الجهة الغربية، أصدرنا أوامرنا يوم 28 إلى قيادة قوات الشرطة الاتحادية والفرقة المدرعة 9 بالتقدم من قرية السادة باتجاه الجنوب، وقسمنا منطقة العياضية إلى جزئين، الجزء الشرقي للشرطة الاتحادية والرد السريع والجزء الغربي لقطعات فرقة المدرعة 9. وبصولة شجاعة وعزومة من قبل أبطال الشرطة الاتحادية خلال يومين أنجزت مهمتها وتمكنت من السيطرة على الجزء الشرقي، وخلال 3 أيام يوم 31/8 الفرقة المدرعة 9 أكملت واجبها وتحررت ناحية العياضية بالكامل. وهنا أود أن أشير أنه خاضت القوات خلال 72 ساعة الأخيرة معارك عنيفة في هذا المكان، حيث أكثر من 1000 إرهابي تم قتله في تحديدا في منطقة العياضية، وعدد كبير منهم من الأحزمة الناسفة، ولاحظنا وجود نساء وكذلك أطفال بعمر 11 سنة فما فوق يستخدمهم العدو لتفجير أنفسهم على قواتنا الأمنية. انتهت العملية خلال 12 يوم، و
بعملية سريعة وخاطفة، وكذلك تأمين مناطقنا مع إقليم كردستان مع البيشمركة، وأيضا تطهير كافة المناطق التي تم تحريرها كخاتمة لعملية التحرير وإنجاز تحرير محافظة نينوى بالكامل بعد قتال صعب ومرير خلال 319 يوم من 17/10 ولغاية 31/8. أكيد هذه القطاعات التي كانت تقاتل هناك دعم جوي، فكان دعم جوي من القوة الجوية العراقية نفذت طلعتين على منطقة قليباش ووقعت بالإرهابيين خسائر كبيرة بالأشخاص وبالعجلات، وأيضا أمنت 7 طلعات استطلاع و102 طلعة لأغراض النقل والدعم اللوجستي. أيضا الدور الرائع والكبير لأبطال طيران الجيش الذي عودونا عليه خلال معركة نينوى، محافظة نينوى، تمكنت هذه القوات من دعم قطاعات الشرطة الاتحادية دعم كامل، إضافة إلى دعم المحاور الأخرى، وأيضا دور كبير عند تحرير المحلبية، تحرير العياضية وبجهتي الشرقية والغربية. نفذت 344 طلعة، منها 158 طلعة قتالية و186 طلعة إخلاء طبي ولوجستي، قتلت أكثر من 571 إرهابي، تدمير 9 عجلات مفخخة، تدمير 141 عجلة مختلفة، 15 دراجة نارية، تدمير 14 مضافة للإرهابيين، تدمير مدفع 23، وتدمير 5 رشاشات أحادية 14.5 مع 2 نفق. القوة الثالثة الذي أمنت إسناد رائع للقوات لمكافحة الإرهاب، الفرقة 9، الفرقة 15، الفرقة 16، ولعملية تحرير العياضية هي قوات التحالف، حيث قدمت دعم كبير وتمكنت من قتل أكثر من 1300 إرهابي في هذه المنطقة، من ضمنهم 735 واحد فقط في ناحية العياضية، إضافة إلى تدميرها 22 عجلة مفخخة، منها 7 في منطقة العياضية، وقتل عديد من الإرهابيين في منطقة قلباش، وأيضا تدمير 100 موقع للإرهابيين. مجمل الخسائر للإرهابيين خلال العملية منذ 20 ولغاية 31 من قبل جميع القوات، القوات الجيش، قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع، وقوات جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي الأبطال، إضافة إلى دعم القوة الجوية وطيران الجيش وقوات التحالف، حيث تمكننا من قتل أكثر من 2000 إرهابي، وتدمير وتفكيك 77 سيارة مفخخة، وتفجير 990 عبوة ناسفة، تفجير وتفكيك 71 دار مفخخ، تدمير 46 دراجة نارية، تدمير وردم 66 نفق، تدمير 160 عجلة متنوعة، تدمير 25 مفرزة هاون مختلفة الأنواع، تدمير 15 رشاشة أحادية 14.5، تدمير 6 مدافع SBG9، الاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة والأعتدة والمعدات والعجلات، العثور على 13 معمل لتصنيع العبوات وتفخيخ السيارات، العثور على دبابة T55 عدد واحد، تدمير حفارة وقتل طاقمها عدد واحد، تدمير مدفع 23 ملم عدد واحد، قتل أكثر من 50 انتحاري، والاستيلاء على أعداد كبيرة من الأحزمة والناسفة، وكذلك تدمير 100 موقع دفاعي للإرهابيين. هنا لابد أن أشير أنه الإرهابيون كانوا مراهنين على تل عفر، ولهذا عند تقدم القوات باتجاه مركز القضاء لاحظنا هناك 3 أنطقة وموضع دفاعي للعدو. الموضع الأول هو عبارة عن ساتر بارتفاع أكثر من 3 أمتار وخنادق محفورة، والساتر الثاني نفس المواصفات الساتر الأول، والساتر الثالث هو على مركز القضاء، على حدود مركز القضاء، عبارة عن ساتر وتيول وأبراج حتى يدافعون بها عن المدينة. لكن أمام قتال الأبطال من القوات المشتركة التي اكتسبت خبرة كبيرة بمعارك محاوط نينوى وتحديدا في الموصل القديمة، لم يصمد العدو سوى 12 يوم وتمكننا من قهره وتدميره. أيضا رافقت العملية عملية النازحين، حيث بلغ عدد النازحين قبل وخلال عملية التحرير من جميع المناطق، من مركز القضاء ومن ناحية العياضية
والمحلبية وكذلك من علة وأبو مارية من جميع الممرات، حيث تم فتح ممرات ومراكز إيواء في الجهة الغربية وفي المطار وأيضا على طريق السحاتشي وكذلك على طريق الموصل. تمكننا قبل اليوم 20 من إخلاء 18,822 مواطن، وخلال عملية التحرير أخلينا 21,936 مجموع النازحين الذي تم إخلاهم من قضاة الأحفر والمحلبية والعياضية 40,748. لا بد هنا أن أشير إلى البسالة والشجاعة الفائقة اللي أبدوها مقاتلينا الأبطال، وقاتلوا قتال صعب في تل الأحفر، لكن الخبرة التي اكتسبوها من خلال معاركهم السابقة وعلى مدار 10 أشهر في الموصل كان لابد لهم أن يحققوا النصر. أكثر من 40,000، 5 محاور، أقوى عدو مهما كانت إمكانيته لن يصمد أمام عزيمة هؤلاء الرجال المتميزين بالقوة وبالشجاعة وبالإرادة. ولهذا العدو عندما لاحظ هذا العدد الكبير، منهم من قتل ومنهم من هرب إلى العياضية وإلى المناطق الغربية، وقتلنا العديد منهم ولم يستسلم أي إرهابي إلى قطعاتنا، ولم يكن هناك أي عمل أو اتفاق أو كلام مع أي إرهابيين ضمن العمل. نحن حشدنا قطعاتنا بهذا العدد الكبير، ونحن لدينا النية عن القضاء على الإرهابيين. وتوجيه السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم أنه لنا للقوات العدو أمام خيارين، أما يستسلم أو يقتل. لا يوجد في قاموس قطعاتنا العراقية كافة، الجيش والاتحادية ومكافحة الإرهاب والحشد، كلمة الاتفاق مع الإرهابيين. وهذا الكلام سيسري عند ذهابنا إلى الحويجة، وعند ذهابنا الساحل ليس للشقاط، وعند ذهابنا إلى غرب الأنبار. نحن نذهب لنقتل العدو مهما كانت قوته، ولن نتفق مع أي منهم، ولكن الجانب الإنساني موجود لعوائلهم، للأطفال والنساء، بالإمكان أن نأمن إخلاءهم إلى مناطق مراكز الإيواء. قاتلوا قواتنا المشتركة ببسالة، وهنا لأول مرة راح أشير إلى الخسائر والتضحيات اللي كبدتها قواتنا. مجمل التضحيات التي تكبدتها قواتنا الأربعة هو 115 شهيد و679 جريح خلال 12 يوم، ومن يلاحظ هذا الرقم أكيد المراقب لهذا الرقم يشعر أنه كانت هناك معركة عنيفة، هناك معركة صعبة، لا يوجد هناك عملية اتفاقات بالخروج من المدينة. وفي النهاية لابد لي أن أقدم تحية إجلال وإكبار لمرجعيتنا الرشيدة وعلى رأسها سماحة الإمام السيستاني دام ظله، ولولا فتواه المقدسة لما كان هذا النصر الكبير وتحرير الأراضي من دنس الإرهابيين. كما تقدم بتحية إجلال وإكرام لصانعين نصر أبطال التضحية والفداء، شهداؤنا الأبرار، وإلى أهلهم الصابرين الصامدين، ولولا دماءكم لما كنا ها هنا نحرر الموصل والمناطق الأخرى. وأيضا تحية إلى جرحانا الأبطال، ونتمنى لهم الشفاء العاجل والعودة سريعا مع أخوانه. كما تقدم بالشكر والعرفان إلى السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم، والسادة الوزراء الأمنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية، وإلى كافة القادة والآمرين والضباط والمقاتلين من أبطال الجيش بكافة صنوفه وخدماته وقياداته، وأبطال الشرطة الاتحادية والرد السريع، وأبطال قوات جهاز المكافحة الإرهاب، وأبطال الحشد الشعبي والمحلي وشرطة نينوى، والأجهزة الاستخبارية والأمنية، وكل من ساهم بتحرير هذه المدينة وهذه المحافظة العزيزة. في الختام استودعكم الله، سنلتقي في معركة قريبة ونصر قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.